فما تقولش لي انت لا اساف وانا الا كانوا حاطينهم جوج حجرات هنا باش يحذروهم عبره واحد لقيتها ولاو تيعبدوا فيهم. الشيطان حبله طويل على يعوق ونسر ويغوث وهذوك الالهه التي كان يعبدها قوم نوح. هذو راه كانوا اقوام صالحين وكانوا يجلسون يتذاكرون في احوال الامه والقضيه كيف يعني الدعوه تمشي وكذا الى اخره. من بعد ماتوا فجا الشيطان هو يلوح لهم واحد الشبهه قال لهم ودي هذوك الناس اللي ماتوا باش الاجيال تبقى عاقله عليهم كون يديروا لهم شي حجرات في بلاصتهم نصب تذكاري دير لهم شي حجرات في بلاصتهم باش ما ينساوهمش الناس. مرحبا نعس ملي كيتم جاي واحد وراي وانا كنهضر الريفلكس اللي طربينا عليه في القسم في الصغر كتحضيق فيه واخا كبرنا راه باقي فينا قالوا صحاب سميتو قال الانتروبولي قال لك السيرفوريبتيا كيبقى شاد شي حوايج الله يغفر لينا. ف قالوا ضوضعوا الحجر دازت مده قالوا ودي لاح لهم شبهه اخرى حتى استانسوا بالمساله ديال الحجاره واستانسوا لاح لهم شبهه اخرى قال لهم ودي علاش لي ما تنحتوش الوجوه ديال دوك الناس غتجي اجيال غتنساهم فنحتوا لهم الوجوه ديالهم هما ولاو عندنا اصلا لكن النية طيبة النية صالحة بغينا غير نذكروا بهم الناس القدام وكذا. زاد المدة حتى الناس استأنسوا بهذه القضية لحنهم شبهة أخرى قال لهم هادو الناس كانوا صالحين وانتم عامرين ذنوب تزيدك وتقول يا ربي وانت عامر ذنوب علاش ما تقلبش على واحد الفيبر اوبتيك اللي غيدوزك الكونيكسيون مزيانة طلب الله من خلال هادوك الصالحين يا ربي بهاد الناس قضي لنا الغرض. ها الوساطة بدات كتحط بين العبد وبين ربي. زادوا شي شويه بدا كيقول لهم واش غديروا بلا ما تبقاو تبرزطوا الله طلبوا هادو مباشره هما راه يقدوا الغاه هما يوصلوا عند سيدي ربي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى هي هذه. من بعد دازت مده اخرى ويقول لهم راه هادو راه الله كلفهم يقضوا الغاه يدوزوا لهم مباشره فعبدوا من دون الله. فما تستغربش امور وقعت بحال هكذا في الجاهليه الشيطان نفسه طويل